بالنسبة للعوامل الداخلية داخل دولة الاحتلال، هل هي في مصلحة تسريع التوصل للاتفاق؟ نعم، النظام السياسي الإسرائيلي كما تعرفون يعاني من أزمة وعدم استقرار، وبالتالي هو يتجنب الذهاب إلى مواجهات، وهذا أحد الأسباب البارزة التي تدفع الاحتلال باتجاه الحل الدبلوماسي، وهو يؤكد مرارا وتكرارا على رغبته في هذا الحل الدبلوماسي. لكن أقول وأكرر مرة أخرى بأن الحل الدبلوماسي في نظر الاحتلال هو تنازل لبنان عن حقوقه وتجريد لبنان من سلاحه، وبالتالي هيمنة الكيان في المنطقة وتفرده. هكذا يرى الاحتلال التسوية، وهكذا يرى الاحتلال التطبيع، ويرى العلاقات مع الدول العربية. هي استسلام لإرادة الاحتلال وسيطرة الاحتلال على ثروات المنطقة وتصدره للمنطقة أمنيا واقتصاديا وعسكريا.